السلام عليكم الزملاء الأول، مرحبا بكم. شاهدوا كيف قصفت إيمان خليف الاتحاد الدولي للملاكمة، قصفته قصف يعني صراحة ما ناش مصارفين بكم. إيمان خليف تقصف ولا تبالي، حتى المراركة اللي كانوا دخل في هذه القضية قصفت الجميع، تقصف ولا تبالي. اسمعوا واش قالت، ديروا لنا لايك على الفيديو، ابونوا في القناة وتركوا لنا تعليق. اولا قبل شيء نشكر الله عز وجل اللي منحنا هذا الفرحة، أكيد هو تتويج مستحق عن جدارة واستحقاق. اليوم الحلم أصبح حقيقة، أكيد هذا الميدالية نهديها كامل الشعب الجزائري، كامل العرب، خصوصا ولاية تيارت، المشجعين خاصين به في ولاية تيارت، نهدي لهم هذا الميدالية. الحمد لله اليوم رانا فرحانين بزاف، عودتنا لأرض الوطن، التقائنا بعائلتنا، بالأسرة الإعلامية، بالأسرة الرياضية. شكرا لكم. يعني إيمان كان ضغطة كبيرة عليك، يعني كيفاش قدرتي تحملي كل هذاك يعني وثبتي للعالم ليس للجزائر فقط، ثبتي لهم انك تستحق الميداليه الذهبيه وتستحقي انك تكون بطله عالم؟ اكيد العاب اولمبيه هي حجم اكبر محفل دولي في العالم، وحجم العاب اولمبيه هو السقف الاخير، الطابق الاخير. اكيد كانت هنالك مثل الحرب، ولكن قدمت كل ما علي ذهنيا، كنت محضره ذهنيا وبدنيا وحتى في المنافسه. الحمد لله ربي اللي ساعدني باش نتوج بالميداليه هذه. الحمد لله هذا ما الا توفيق من عند الله عز وجل. الحمد لله. رائحه اللجنه العالميه للملاكمه، الاتحاد الدولي هو اتحاد غير معترف به، ولذا الشيء ما نقدرش نتكلم عليه انا. كلمه لناس تيارت. ناس تيارت، رساله لكم، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه كامل الشعب الجزائري، نتلقاو قريبا ان شاء الله. مدرب البطله يعني انت. يلا ديروا لنا لايك، شاهدوا الفيديو كيف استقبل الابطال ايمان خليف كيليا نمور وجمال سجادي الى ارض الوطن. مبروك للجزائر هذه الميداليات، يعني صراحه رغم قلتها فوق المتوسط، يعني لما تقارنها مع اخوتنا العرب وكذا، يعني راح تعجبك هذه الميداليات، وان شاء الله المزيد من ربما العمل، وان شاء الله تحمس ربما رياضيين آخر إن شاء الله في المستقبل ويكونوا في المواد. هكذا استقبل الوزير هذا الأبطال، وإن شاء الله لما لا تكون فعل خير إن شاء الله يا رب العالمين. هكذا لأنه صعبة، يعني صراحة نراه مواجه أبطال عالميين بات ديالهم، شاهدنا صح الملكان ما تقدرش يكون مع الناس، يعني هذا هو الاختصاص تاعهم، بلدان هذا صرف بالك ملايير كذا، هنا صح صرفنا الكثير من الأموال، ولكن ربما دوني مهضاي شوية يعني لأنه رأيه داخل يعني يقدر يدخل فيه. المهم هكذا استقبل الأبطال إيمان خليف، كيليان مور وجمال سجاتي إلى أرض الوطن، مبروك لهم أيضا، وإن شاء الله يا رب العالمين مزيد من النجاحات. لايك الفيديو، أبوني في القناة، تتركوا لنا تعليق، تفرجوا الفيديو حتى الأخير وشاركونا، ماذا بنا ديرونا تعليقات حول قضية، وهل مشاركة الجزائر يعني صراحة مشرفة أم لا؟ لكم حرية التعبير، تعليقاتكم تفيدنا. يلا مع فيديو جديد وأخبار جديدة، تابعوا الفيديو، دعمونا بلايك. سلام خوتي. غالب